أنا العاخ بودويسة يحيى بن أحمد زايد في مدينة خميستي ولاية تيسنسيلت. في وقت الثورة كنت نسكن برا زايد مدينة خميستي في عمري كنت زايد في 34 1900 و1000 يعني 1939 في مدينة خميستي. ومن بعدها سكنت برا في دوار بناوري في عرش زياد. فما أبدينا نخدمو ثورة في 57 اتصل بنا الجيش، كنا نخلصوا الاشتراك. ومن بعدها أنا واحد من الناس اتصل بالجيش وخدمت الماكي عندي، نخلصوا الاشتراك، يخلصوا نجيبوا الاشتراك عندي ونديروا الحسابات عندي، والريفايطة ماكي تجي نشروها عندي وتتوزع، يجوا الخوا يدوها من عندي. جيت اليوم باسم جبهة التحرير الوطني نعطيكم المعلومات تاع الاخ شرف عبد القادر، عبد القادر بن يحيى. المعلومات تاع الاخ الشهيد شرف عبد القادر، كنا نسكنوا مع بعضنا بعض يعني في الدوار واحد، ويخدم مع الجيش يلموا الاشتراك ويتصل بهم ويشريهم كما هي قاع الصواح اللي وصوها عليهم يشريهم لهم. حتى التاريخ 60 قبطوا فرنسا وداتوا قتلتوا. السلام. هذا ينعرف الشهيد، هذا الإنسان، هذا عبد القادر شرف عبد القادر، إنسان لبس به، إنسان مبسوط، إنسان لباس، وإنسان فلاح، إنسان واعي، يخدم مع الجيش، كان يخدم مع الجيش، الجيش يتصل به هو يتصل بالجيش، يعني يجيب لهم ريفي طايمة وحواج اللي يوصوها عليهم، ولبس به يعني السيرة نتاعو محمودة، هذه الحقيقة. المسؤول هو مشكون كان الناصر، هذا محافظ سياسي، كاين عمر، كاين الزيتوني، كاين سيبراهيم، كاين عبد القلب يزيدي، وكانوا محافظين جورا محافظين وحود ورا وحود. وما هي هذا نرني نسمي لك فيهم حتى الوقت اللي مات فيه، هذو هما الجنود، الجنود بس نسمي لك اللي راحوا للجبل ولا الجمل الجبل ولا هذه، لا هذه هي، هذا هو. هذا عبد القادر بن يحيى كانت فرنسا حاطة عينها عليه، عارفينه باللي يخدم مع الجيش، يعني بدأوا يتبعوا فيه حتى الحق. واحد النهار، نهار تاع السوق هنا في مني تخميستي، عيطوا له وداوه، قبضوه وخرجوه بلا جيب وداوه برا. من ذاك النهار فما قضوا عليه، والله يرحم الشهداء. وعدنا خبر باللي هذا الإنسان داوه وقتلوه، داوه في لاجي منا لمدوه داوه وقتلوه والسلام.